ونشوف اللي احنا ايه. انتوا قلتولي انه الستادي ديزاين فيها بارت 2 بعدين variable type. اوكي ناخد كده study design part 2 نفتكر بها اللي قلناه ونكمل، والباقيين سهلين يعني. تمام هرجع كده اشوف فين study design بقى ليه. 1 2 3 4 yes هادي I think. كده انا I'm sharing the screen، واضحة؟ حد يقولي. واضحة يا دكتور. تمام يلا بينا. Study design in quantitative research. تمام. Learning objectives. نعرف different study design. اوكي نناقش what are the strengths and limitations of each design. هي مش دي اللي خدناها ولا دي التانية؟ دي التانية. هي هو ده نفسه يا دكتور، هو الملف ده يعتبر شبه اللي قبليه، بس الملف اللي قبليه كان مستفيض اكتر في الشرح كده. نفس اللي خدناه. امال يعني هي دكتوره اميه اديتكم الاثنين؟ بس ده انا حاسه الشرح احسن من اللي قبليه، يعني شرحه يعني احسن، حكاية بتعريف كل واحد لوحده وتفصيله احسن يعني. طيب حلو، خلينا نشوفه. واحنا بنشوفه كاننا بنراجع للمره الثانيه موضوع الستادي ديزاين، لان انا حاسه طبعا هو بالزبط. طيب خلينا نعمله. حلو قوي. نفتكر بس مع بعض يا اولاد، احنا كنا قلنا انه الديزاينز اوف ذا ستادي بتعتمد على انا ايفي سيرش كويشن بتاعتي، الفلوس اللي معايا قد ايه، نوع البروبلم ايه، وهكذا. ونفتكر سريعا كده لما قلنا انه اللونجيتودينال ستادي اللي هي لها اسم تاني كوهورت ستادي، لها اسم ثالث انسيدنس ستادي، لها اسم رابع بنسميها ايه prospective study. دي بتكون analytic study وبتكون in the future. يعني ايه؟ يعني time consuming. بتابع ناس healthy بختارهم من البداية، cohorts شبه بعض، cohorts اللي هم شبه بعض في كل social demographic data، ما عدا انه في group منهم بيكون exposed للrisk factor زي مثلا السموكينج، والجروب الثاني ما عندهوش الاكسبوجر ده، وبنتابعهم عشان نشوف المرض اللي انا عايز ادرسه هيحصل عند مين ومش هيحصل عند مين وليه وازاي، بعمل اناليسيس. فقلنا ان النوع ده من الاستدي ما بينفعش مع الرير ديزيز. وقلنا ليه؟ الرير ديزيز ده ممكن يحدث وممكن ما يحصلش خالص، فازاي بقى انا هقعد اتابع الناس واموت جنبهم وهم يموتوا مني من غير ما يحصل؟ فالريف ديزيز ما ينفعهاش النوع ده من الاستادي. الريف ديزيز يناسبه اكتر الريتروسبكتيف ستادي اللي هي ساعات بنسميها كيس كنترول ستادي، لاني ببدا بكم حاله اللي هم عندهم هذا المرض النادر وارجع في الماضي اشوف كان ليه وحصل وازاي والكلام ده. اوكي فدي قلناها. الحاجه الثانيه اللي كنا قلناها، نعم، هو الريترو ينفع يحصل مع الكوهورت ستادي؟ نو، الريترو كلمة ريترو معناها كيس كنترول. اوكي تمام. الريترو والبروسبكتيف، استنى بس اسمع، الريتروسبكتيف والبروسبكتيف الاثنين تحت عنوان اناليتيك ستادز. اوكي تمام. طيب قلنا حاجة تانية في الموضوع ده، الكيس كنترول بقدر احسب فيها حاجة اسمها odds ratio. البروسبكتيف او اللي هي cohort study بقدر احسب بقى براحتي، بحسب incidence، بحسب relative risk. اوكي تمام. الكروس سكشنال بقى دي بنقدر نطلع prevalence rate بس. اوكي نشوف بقى تاني، بيقول لي الستادي ديزاينز يا observational study يا experimental. الاكسبيريمنتال دي خلاص دي سهله وخلصنا منها، وكان فيها ثلاث كلمات مهمين قلناهم، كلمه بلايندنس اوكي، وكلمه بلاسيبو، وكلمه الكنترول جروب، الكلام ده. المهم يعني اكسبيريمنتال من اسمها بجرب، بقارن حاجه جديده، بجرب حاجه جديده، دواء جديد، تكنيك جديد، دوز جديده، وهكذا. سيبوها دلوقتي، خلينا في الاوبزرفيشنال ستادي ديزاينز. اوبزرفيشنال ستادي ديزاينز researchers yes we are simply observing what happens. We are simply observing what happens. يعني ايه؟ ناس smokers وناس مش smokers، انا قاعد بتفرج على الاثنين،
دول هيحصل لهم كم حالة جوه، كم حالة هتحصل مثلا lung cancer في الناس اللي سموكرز، والتانيين هيحصل ولا لا، او اذا حصل كم حالة، وهكذا. يبقى ام اوبزرف في الاكسبيريمنتال طبعا، لا انا اللي بدي الحاجة الجديدة دي اللي عايزة ادرسها واصلها والكلام ده. اوكي ننزل بقى نشوف الاوبزرفيشن. اتفقنا كل الاوبزرفيشنال ستاديز دي يا اولاد هي يندرج تحتها اساسا الاناليتيك ستاديز، واتفقنا ديسكريبتيف ستاديز. وقلت لكم يمكن انه كلمه ديسكريبتيف ستاديز ممكن نعملها لوحدها ونقف، او عاده بتبقى جزء اولاني من اي اناليتيك ستاديز. اوكي وادي المنظر اهو فعلا ديسكريبتيف ستادي، انا ام جاست اسمها ديسكرايبنج ذا سيتويشن اللي حاصل، اشوف الفريكوينسي، اشوف بريفالنس بتاعت حاجات حاصله وهكذا، من غير ما اعمل بقى ربط وتحليل والكلام ده. يبقى بوصف بيرسون بليس تايم. اوكي ام لوكينج فور ذا بريفالنس، ام اندرستاندينج ذا ديستريبيوشن اوف ذا ديزيز، ام ايدنتيفاينج كورليشنز، ام ايدنتيفاينج ايشوز. اوكي بعد كده بنبتدي نقول الهايبوثيسز. كلمة هايبوثيسز هنا اللي هي النظرية اللي أنا بتوقعها، وعلشان أثبتها yes or no لازم بعمل analytic studies بقى. هايبوثيسز يعني إيه كلمة هايبوثيسز هنا؟ اللي هو ندي المثال السهل مثلا، is cancer lung related to smoking؟ ده السؤال بتاعي. عشان أعرف بنعمل حاجات كتيرة بقى، analytic studies بالأشكال المختلفة اللي قلنا عليها، retrospective, prospective و cross sectional، ونشوف نطلع conclusion فعلا فعلا ال hypothesis بتاعتي هثبتها ولا ه rejected. rejected معناها لا لم يتثبت، يبقى خلصنا. تمام طيب ننزل بقى ال descriptive study. أولاد ال descriptive study ايه دي؟ جروب دي داتا اجريجيتد ديساجريجيتد داتا دي ماشي استنوا، الان جروب داتا تارجتد بوبوليشن سب جروب واول بوبوليشن سب جروب. اوكي الديسكريبتيف ستادي خلينا في اللي هو انا بشتغل على تارجتد بوبوليشن سب جروب، يعني كيس ريبورت على حاله واحده أو كسيفز مجموعة، يا إما على الـ all population subgroups، فبعمل cross sectional على الفئة المستهدفة وخلاص. بمعنى آخر كده كيس ريبورت وكسيفز جوه مستشفى، عندي حالة أو مجموعة حالات، يا إما بعمل cross sectional على مجموعة كبيرة subgroup من الـ population بتاعتي اللي أنا مفروض أدرسها. أوكي تمام، دي بنسميها ungrouped. ungrouped يعني حالات حالات. أمال إيه الـ grouped data دي؟ aggregated متجمعة يعني، أو disaggregated group data. It is an ecological study design. سيبكم منها دي خالص، يعني ecological لل environment للبيئة. طيب نعرف إيه هنا؟ نعرف إنه ال descriptive studies من الآخر يعني تحتها case report, case series و cross sectional studies. أوكي هي الإيكولوجيكال ستادي زي ما بقول لكم دراسات بيئية. بيئية نشوف هي إيه، ماشي نعرفها برضو. إيكولوجيكال ستاديز أو كوريليشنز اللي هو دراسات إيكولوجية أو بيئية، إيه دي؟ باي ديفينيشن also called correlation studies use grouped data on the entire population. It can be done quickly، بناخد الداتا جاهزة relatively cheap رخيصة، وبتستخدم already available data. الداتا already موجودة، بجيب من reports، بجيب من statistical tables موجودة، بجيب يعني من registers الموجودة في الدولة. اوكي ندي مثال، كل الناس اللي فوق 40 سنة عددهم كم؟ 15% من population. smokers نسبتهم 40%، contraception prevalence 10.5%. يعني دي دراسة شبه جاهزة يا أولاد، يعني بنروح ناخد كده we retrieve data from the registers ونقول على طول نسب موجود، لا فيش حاجة يعني. دي إذا إيه ecological studies. تمام إيه م-م-م-م. yes remember إذا إنه
في الـ study designs. اوكي اي ريمبر اي ولا حاجه. طب تمام نشوف هنا كيس ريبورت. الكيس ريبورت باي ديفينيشن ات ديسكرايب كاركترستيك زي ما قلت لكم اوف وان اي وان بيشنت عشان بس تفتكر وان انديفيديوال وان سبجكت ذا انفورميشن ماي هايلايت امبورتنت انفورميشن بس الانتربريتيشن از ليميتد لان انا ما اقدرش اعممها تاني. في الكيس ريبورت الريزلتس ار نوت جنرالايزد. كيس ريبورت دي ما تشوفوا في المجلات الطبيه العلميه ساعات تلاقي الارتكل اسمه كيس ريبورت يبقى بيوصف لي حاله واحده. كيس سيريز حالات كاركترستكس اوف نمبر اوف انديفيديوالز موجودين في بوبوليشن سب جروب معين تمام. They are frequently large enough to permit quantification. ماشي. وليميتد برضو عشان ما عنديش الكمباريزن جروب بتاعهم. إذن نفس الكلام فيها limitation case series ولكن دي مجموعة من الindividuals وليس report عن case واحد. cross sectional بقى. أنا حابة هنا الكلمات العربي المكتوبة ده اللي بنسميه مسح ساعات survey يعني ساعات نسميه survey ساعات نسميه prevalence study وده يفرق الانتشار فده يفكرك ان بطلع منها بايه في الكروس سكشنال ستدي دي بحسبه ايه فقط بحسبه البريفالنس ريت ليس اكتر اهو كروس سكشنال ستدي ده سيرفي او بريفالنس ستدي دي بنروح للسبجكتس تو اسس ذا ستاتس اوف انديفيديوال ويز ريسبكت تو بريزنس اوف اور ابسنس اوف سيرتن فاكتور. اوكي ماشي كومباريزن بين تو جروبس كانت بيان برضو يبقى انا بص تاني الكروس سكشنال برضو جاست ديسكرايب برضو يبقى تاني انا عندي الديسكريبتيف ستاديز كيس ريبورت كيس سيريز وكروس سكشنال. الكروس سكشنال هنا انا بقدر الاقي ايه ناس اكسبوزد وعندهم الاوتكم يبقى بنزل اعمل مسح كده باخد كل السب جروب اللي انا عاوزاه واشوف مثلا مين بقى اللي عنده الديزيز فبقدر احسب انتشار هذا الديزيز among الناس اللي انا بدرس فيها وخلاص ما اقدرش برضو اعمل generalization ما عنديش بتاع comparison groups ولا اي حاجة. prevalence provide an estimate of the risk دكتور. Of being actually affected. نعم هو السيرفي او ان انا مثلا اعمل حاجات زي كده لازم بيبقى لي اذن من النيابه واذن من جهات مختصه ولا عادي ان انا اعمله يعني من غير حاجه نيابه ليه اعمله خلاص نيابه ليه يعني لازم من النيابه لا لا قصدي حسب انت بتشتغل ايه انا دكتور مثلا وعايز اعمل بحث وعايز لازم اعمل مجالس اعمل سيرفي بخصوص شويه ناس فشويه الناس دول هلاقي حد من الجهات المختصة يسألني يقول لي انت بتجمع معلومات ليه ولا بتسأل ليه طبعا. ولا عادي لا. أنا... لا عادي طبعا خليك معايا بس لحظة هقول لك انت دلوقتي you are a doctor وبعدين عايز تعمل survey okay cross sectional study عن الديابيتس ماشي انت دكتور بطن عايز تعمل عن الديابيتس البوبوليشن بتاعتك مين كل الناس او عايز تشوف مثلا اللي عندهم ديابيتس حسب نوع الريسيرش كويشن بتاعك يعني او مثلا كومبليكيشن في الديابيتكس حاجه زي مثلا كورونري ارتري افكشن في الديابيتكس في الناس الديابيتكس فالبوبوليشن بتاعتك هم الديابيتكس اوكي فانت رايح تعمل كروس سكشنال ستادي اللي هتشتغل على مين على الديابيتكس دول موجودين فين فين في الهوسبيتالز او حسب انت شغال في انت شغال في سعاد كفاف او بتروح القصر العين او بتروح عين شمس هتاخد من الثلاث مستشفيات دول انت بتعمل حاجه اسمها طبعا طلب جوه المستشفى لاداره المستشفى علشان تقول ان انا هعمل سيرفي وبتتفق معاه البروتوكول البحث بتاعك اللي هو اللي قلناها في البدايه فاحنا بنراجع امبارح اللي هو البروتوكول اوف ذا ريسيرش تحط فيه introduction عن مشكلة وان انت هتشتغل كذا وعايز sample size حسبتها فهتلم داتا من مثلا 100 عيان كويس كده وال 100 عيان دول هتاخدهم على مدى اسبوع تمام
ومثلا من العيادات الاوت بيشنت كلينيك في الثلاث اماكن دول او من الان بيشنت. الحاجه الثانيه اللي هتعملها ودي مهمه قوي، اسمك ايه؟ اسلام. اسلام عيسى. بص يا اسلام، الحاجه الثانيه اللي مهمه قوي فده هاخد الموافقه طبعا، ودي حاجه روتينيه يعني. حاجه اسمها وقلنا عليها يمكن انفورمد كونسنت، الموافقه المستنيره من العيانين بقى نفسهم. انا هروح لكل عيان هقول له ازيك يا حاج، ازيك يا حاجه، عامله ايه، احنا دلوقتي بنشتغل ريسيرش عن كذا، والبحث ده هيكون مهم لحضرتك وللمجتمع كله. احنا بنشوف مثلا الكومبليكيشنز بتاعت الديابيتس عشان نحاول نطور بعد كده في العلاج. الكلمتين دول المهم انه لازم وانا باخد الداتا من العيان بتاعي ببقى مع الرفاق كويس قوي انه انا باخد الداتا لكذا. اوكي تمام. يبقى احنا الجهات المختصة عندنا في شغل الطب، اسمعني يا اسلام، الجهات المختصة عندنا في شغل الطب ما هياش النيابة وما هياش الجهات دي، احنا شغلنا طبي. ففي حاجة اسمها ethical committee في كل مستشفى او في كل جامعة في كل كلية طب علشان تأبروف الريسيرشز اللي بننفذها. اوكي قول بقى. ان انا عايز اعمل السيرفي دي بره المستشفى، مش على ناس دي، مش على مثلا موضوع بحث، مش ناس دايبتك، هيبقى ناس مثلا من الشارع عينه عشوائيا. ناس من الشارع، يبقى انت بتسال مثلا عن رايهم في السموكينج مثلا. مثلا حاجه كده يعني. ساعتها هتاخد السامبل نوعها ايه؟ طيب رايك انت قول لي بقى، انا هسالك في السامبلينج اهو، انهي نوع اللي هينفع في الموضوع ده؟ هيبقى مثلا طلبه جامعات او طلبه ثانوي. طلبة ثانوي بقى، ما انت عايز تخفق بقى الجامعة خالص، ما انت لو جوه الجامعة عندنا برضو عادي، انت عايز تقف كده قدام مدارس ثانوي وتشتغل مثلا. ايوه ايوه بالظبط، انا فهمتك، عايز تقف عند المدرسة الثانوي وتقف كده معاك الكويشنير وتسأل، فانت بتقولي بقى هيقولوا عليا جاي ايه، ابس بقى افكار مسمومة واوزع منشورات، فايه هيقبضوا عليا مثلا. ايوه ايوه ده قصدي. ايوه صح، عندك حق عندك حق. ولذلك لا، ما فيهاش اي مشكله خالص، ما فيش موافقه من حته معينه زي ما انت قلت، ولكن في الاخر انت بيبقى الايدنتيتي بتاعتك نفسها معروفه، ان انت مثلا ميديكال ستودنت وبتعمل بحث كذا، تاخد بس اراء ايه الناس. فالسامبل بتاعتك هيبقى نوع عليه كوتا سامبلينج، واقف عايز 20 بنت 20 ولد من ثانوي، وهتسالهم انت وخلاص وتملى انت الكويشنير. اوكي، وان كان فما فيش، لا ما فيهاش مشكله، ما بناخدلهاش موافقات امنيه. تمام. وان كان خليني اقول لك حاجه، استنى، لو انت هتعمل كده يا اسلام ما بتبقاش برضه الجابه كده. أيوة. ان بنروح نقف قدام الاماكن او في الشوارع، كل الاماكن دي لا، وي هاف ريتش انسايد ات، جواها، فاهمني يعني؟ لا، بنروح المدرسه الثانوي دي، بندخل جواه وبناخد الموافقه من جوه من الاداره وبنشتغل عادي جدا. ايوه ايوه تمام تمام يا اسلام. تمام. حد تاني عايز ترسي يا حبيبي؟ قول مين تاني يا دكتور. دلوقتي الكروس سيكشن ساعات بتبقى في الاناليتيك برضو، يعني في نفس البي دي اف مره حاسبها في الاثنين. ايوه عندك حق عندك حق. هي الحقيقه الاناليتيك مينلي بص، الاناليتيك مينلي ريتروسبكتيف وبروسبكتيف. تمام، ريتروسبكتيف وبروسبكتيف اساسا، الكروس سكشنال حاجه كده ان بتوين، يمكن محطوطه لانه ستيل انا بقدر اعرف بيها مين عنده ايه وليه، يعني مين اللي عنده كذا، فاقدر اضبط بس اقول ان لقيت نسب اكتر عندهم ده سموكرز مع ميل اكتر مع سن كذا وهكذا. ولكن احنا هنا الحقيقه الادق هو الكلام اللي بنقوله دلوقتي، انت برضو بتتكلم اكيد على اسئله بكره، مفيش اسئله تحير. تمام، مفيش اسئله تحير، ما تقلقش. فالكروس سكشنال از ديسكريبتيف، خلاص كده. تمام يا دكتور. تمام. بس سؤال، بس هو بيفضل يقول altered exposure وان altered exposure، ده معناه ايه يعني؟ فين
في الأول واحدة اللي أنا واقفة عندها دلوقتي. لا في الكروس سيكشن. أيوة أيوة مكتوبة هي all. آه ماشي. آه. أوكي هو دي. Yes. Cross sectional altered exposure. الحقيقة ما عنديش إجابة لده دلوقتي، يعني أي إجابة هقولها هيبقى اجتهاد شخصي، خليني أراجع دي لو فيها حاجة هرجع لك أقولها لكم. أوكي تمام تمام يا دكتور، شكرا لحضرتك. ماشي هاي نكمل الحتة دي. طيب ماشي، يمكن تبان لنا أكتر دلوقتي، بس أنا الحقيقة الكلمة لوحدها كده لا مش عندي ليها بتاع. خلينا نقول اهي. اهي اهي يس 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 تمام تمام ايوه ايوه تمام. يمكن دي هتوضح لنا يا اولاد لما نقرا دي مع بعض. اوكي طبعا يعني انا عارفه ان انتوا يعني على مستوى الاندر جراديويت الترم ده واخدين تفاصيل زياده قوي يعني عن الترمات اللي قبل كده، بس معلش كويس كله خير. بصوا على دي السلايد دي مهم. Cross sectional studies زي ما قلنا ان هي دي المسح والانتشار والمقطع العرضي والكلام ده. بصوا بقى think of these relations can they be proved by surveys. بص can they be proved by surveys yes or no. هنشوف ازاي relation ما بين tight classes and infertility، relation between smoking and infertility، obesity and arthritis، hepatitis C and diabetes. كلها relation بنشوف يعني هل بالسيرفي هنقدر نسبتها نسبة relations دي. فبيقول لي the altered exposure like diabetes status will exposure status sorry disease status exposure status education status economic status بالdescriptive study. أنا حاول أفهمها لكم أنا شخصيا دلوقتي. يعني الـunaltered exposure example اللي هو sex و age و blood group بالanalytical studies. yes انت عندك حق. مين اللي كان بيسألني اسمك دكتور؟ أي هو يا دكتور على ما أظن إن هو مقصود هنا بالموضوع ده إن إحنا عندنا كنا في المقارنة اللي فوق اللي هو في الجدول اللي فوق كان إحنا عندنا نوعين من الكروس سيكشنال، كان في واحد أيوة. مع الديسكريبتيف وفي واحد مع الاناليتيك. بس في مقارنة هتبقى اناليتيك ولو في ديسكريبتيف مش هيبقى في مقارنة، فبالتالي تبقى أطرد لأن إحنا عندنا السيتيز والإكسبوجر والحاجات دي حاجة مش ثابتة، فمش فاهم في مقارنة. لكن السكس أو الإيج أو بلد جروب ثابت، فممكن في مقارنة فبالتالي يبقى أناليتيك. اسمك إيه؟ تمام كده أنا فاهمة صح؟ ندى. قولي لي اسمك إيه؟ ندى أسامة. ندى، أوكي ندى، ثانك يو ندى. أيوة حبيبتي حبيبتي شطوة مظبوط. أنا بس بفكر معاكو عشان إحنا فعلا زميلك اللي كان سأل من شوية أنا قلت له اسمك إيه بس هو شكله قفل المايك. اللي سألني فعلا الكروس سكشنال موجودة هنا وموجودة هنا. أوكي تمام. السيرفي اللي هو الكروس سكشنال ممكن يكون تبع الاناليتيك وممكن يكون ديسكريبتيف اونلي. فاحنا عايزين نفسر أكتر حتة كلمة altered exposure والunaltered exposure. كلمة altered بس معناها ملتوي، altered يعني متحور يعني. اوكي الانالترد يعني غير متحول يعني ثابت. تمام فانت كلامك حلو يا رندا. رندا صح؟ ندى سوري يا ندى. ندى كلام ندى مظبوط يا اولاد، هاكد انا عليه ويمكن بس اوضحه شويه زياده زي ما هي قالت. خلونا نقول امتى تبقى الكروس سيكشنال. نقول في الاناليتيك لما انا كأني بربط الإكسبوجر ببعض الكاركترستكس للناس اللي هي ثابتة. ثابتة يعني إيه؟ يعني ما بتتأثرش بعوامل أخرى like الإيج، وده خلاص إيج هنعمل فيه إيه؟ إيج الإنسان يعني.
الجندر او السكس بتاع الانسان والبلاد جروب بتاعه الانسان، فدي ثوابت فعلا، عشان كده اسمها unaltered، غير متغيره. اوكي، واربطها بحدوث الديزيز بقى، فيبقى هنا analytic. في altered exposure فدي اوكي الديزيز ستاتس، وهنقيس prevalence زي ما اتفقنا متغير. الاكسبوجر ستاتس positive ونيجاتيف، education status متغير، economic status يبقى، وغيره وغيره، كل المتغيرات. اوكي، يمكن احنا دلوقتي وضحناها اكتر، وثانك يو يا ندى. وانا ما اعرفش يعني، يمكن هل دكتورة اميرة اللي حضر من كل دكتورة اميرة في السلايد دي برضو يشارك معنا كده بالفيدباك بتاعه ويقول لنا رايه. يبقى تاني descriptive study وanalytic study، الاثنين ممكن يكون جواهم نوع ده من الدراسة اللي هي الكروس سكشنال، نعتبرها analytic لما يكون عندي ها unaltered exposure. يعني unaltered الحاجات الثوابت في الإنسان، age, sex, blood groups، أي حاجة تانية متغيرات هتبقى altered exposures، وتبقى الكروس سكشنال يدوب descriptive study. دكتور ممكن أسأل سؤال؟ واسمك إيه بقى؟ أنا اسمي علي. قولي علي. واحنا المفروض الموضوع ده نذكره من الملف اللي كان في المحاضرة اللي فاتت أو من الملف اللي موجود دلوقتي؟ والله يا ابني أنا نفسي أسأل زيك نفس السؤال، بس أنا ما عنديش رد لده. أنا لما قلت لمحمد عيسى ابعت لي الملفات اللي انتوا خدتوها مع الدكتورة أميرة، هو بعت لي كل الملفات دي، لكن انتوا اللي المفروض تقولوا لي هي شرحت انهي ملف اكتر، او قالت شرحت هي هي شرحت في الملف ده، والمفروض انها قالت يعني ان الملف الثاني الكبير فيه تفاصيل اكتر يعني. فهل فعلا نشرح يعني لما نذاكر، نذاكر ده ولا نذاكر الكبير؟ والله يا بنتي انا شايفه ده اللي فيه تفاصيل اكتر، نذاكر اي واحد منهم. بلس هتسمعوا، انتوا بتسجلوا الريفيجن دي ولا لا؟ بتسجلها يا محمد؟ يا بتاعت امبارح اتسجلت يا دكتورة، فكده هيسجل دي كمان. طيب خلاص، مش قصدي متسجلة يعني، ماشي. يبقى انتوا بصوا اصلا يعني I think يعني ان احنا خلاص بنلعب في الوقت الضيع، بكرة الامتحان مش كده؟ مظبوط. ايوه، احنا كأننا دلوقتي خلاص بنراجع المراجعة الأخيرة، تسمعوا اللي احنا بنقوله مع بعض، وبعدين تسمعوا ريكورد امبارح والنهاردة، and it will be enough، لأنه خلاص. اوكي، فخلاص احنا قلنا امبارح وبنكمل النهاردة الحاجات دي. اللي هيسمع هيلاقي هنا حاجة ما اتقالتش امبارح، عشان لقيناها هنا قدامنا اهو، حتة معلومة descriptive study لو altered exposure دي متقالة النهاردة بس. لو unaltered يعني ثوابت تبقى analytic study، ونكمل وخلاص، ما تقلقوش يعني الدنيا هتمشي. اوكي تمام. سؤال دكتور، سؤال بس لو سمحت. قول. هو سؤال لسه يعني لسه شرحه ما جاش، بس عشان هو على جروب الدفعة عامل قلق كبير. هو دلوقتي قياس الضغط او الضغط نفسه، ده في رقم 10 ولا برقم صحيح؟ ايوه، انا بصي هذا السؤال عارفه ده بيعمل مشاكل على جروبس الدفعات كلها مش انتوا بس. طيب واللي قبلكوا واللي قبلكوا واللي قبلكوا واللي قبلكوا. تمام. سؤال الهايبرتنشن measurement of blood pressure هنعتبره quantitative continuous data، خلاص مش هتتسأل ويقول لك أميرة قالت الامتحان quantitative. قالت لك ايه؟ هي quantitative صح؟ هي اصلا الدكتورة حتى قالتها كده المحاضرة. هي quantitative طبعا، ما هي quantitative. لا اسمعين ايه هي صح، كنت انا حاجة بتقولي استنوني بس، عشان هي هتيجي بعد شوية. انا عارفة في الداتا في الفاريابلز، وانا بالذات الفاريابلز بقى هبجعها معاك حتى لو سهرنا شوية. اوكي، ليه؟ عشان الحتة اللي عاملة دايما قلق على جروبس الدفعة دي. اوكي، خلوها دلوقتي وهبجع لها، ما تقلقوش. يلا، الجدول ده مهم يا ولاد. ايه ده؟ استنوا معايا ثواني بس نشوف حاجه.
الجدول ده مهم بمعنى ايه؟ بصوا بس الستفنسز يعني الادفانتجز والليميتيشنز معناها الباريرز او الليميتيشنز او الديس ادفانتج بتاعت الديسكريبتيف ستادي ايه. وادي هو قال الايكولوجيكال كيس ريبورت والكيس سيفز والكروس سكشنال اللي هنا تمام ماشي. هي كويك وشيب وقلنا الكلام ده فوق تمام، ولكن ما تقدرش ابدا تقيس لي الكوز والإفكت. تقدرش تقولي مين الكوز ومين الإفكت، لأني بنزل كده أعمل سيرفي وبلاقي الكونديشن على بعض وخلاص تمام حلو. وبرضو فيها ما بقدرش أعمل كنترولينج للكونفاوندينج فاكتورز. الكيس ريبورت أوكي early detection of new event، فبيبقى كيس كيس جديدة مثلا أو كيس نادرة أو بتاع كيس ريبورت، مش لتها أنها one person only وما عنديش comparison. كيس سيرس ما عنديش comparison برضو، بقدرش أدرس الايه كوز ولا الإفكت تمام. دي برضو سهلة. الكروس سكشنال بنقدر نقيس بس البريفالنس و اهو للايه gives valid association. كروس سكشنال الستفنسز بتاعتها بتكون for unaltered exposure، ده الديسكريبتيف ستاديز بصفة عامة، مع ان احنا قلنا في الـ unaltered exposure تمام دي هنمشيها اكتر انها تبع ايه يا اولاد analytic. يعني الـ unaltered exposure كـ cross-sectional study تمشي analytic studies، والـ altered exposure تمشي descriptive. من الـ limitations للـ altered exposure ان انا برضو ما بقدرش ادرس الـ cause والـ effect. معلش انا هرد على التليفون ده بليز ثواني. هلا تفضل يا دكتور. سمعت كنت on hold ولا سمعت المكالمة اللي أنا كنت فيها؟ لا هولد. لا يا دكتور كان على hold. مكالمة يعني أوكي يعني بس هحكي لكم برضو. هو الحقيقة بكلمني حد عارفين أنتوا application طلبات أوكي، فهو أنا عندي ناس وفي حاجات لسه كتيرة يعني كانت تقيلة شوية، فممكن حضرتك يعني المحاضرة دي يعني لو مطولش فيها ونشوف الحاجات التانية اللي هي لأنها صعبة جدا مش هقيلها شفافات بعد إذن حضرتك. طيب حاضر ما نطولش في دي ونروح على الفاريبلز والكلام ده. حاضر استنوا بس نشوف فين تاني البتاع بتاعكم أهو نفتحها تاني. يلا يعني هو ما كانش مفروض الحقيقة يدوكوا حاجتين نفس الحاجة بس ما علينا مش مهم. يا دكتور شرحت وانا محاضرتين كل محاضرة واحدة. ايوه ما انا عارف بس يلا اوكي نروح على الاناليتيك ستاديز. دي بقى بالتست هايبوثيسز اللي هي النظرية اللي انا بادئ بيها ريسيرش كويشن وعايزة اشوف الريليشن ما بين الاكسبوجر زي السموكينج والاوتكم زي المرض اوكي. يلا analytic studies زي ما انتم شايفين برضو عندي cross-sectional design عشان زميلكم اللي سألني هو عنده حق. cross-sectional design تمام بتمشي هنا مع unaltered exposure، واتفقنا age 6 blood groups والحاجات اللي هي الثوابت دي وبربطها بحدوث المرض. case control case control اللي هي look backward اتفقنا دي اللي اسمها retrospective أو look backward، ما بقدرش أطلع منها غير حاجة اسمها odds ratio. الكهورت ستادي شوف لها كم اسم زي ما قلت لكم، اسمها longitudinal، اسمها follow up، اسمها incidence، اسمها prospective، ودي بقدر أطلع منها الـ incidence rate وبقدر أحسب فيها relative risk. يعني graphs بقى سهلة مش مشكلة. prospective هي اللي قلنا عليها الدراسات المستقبلية، والريستروسبكتيف اللي هي للوراء زي ما دي كهورت وكيس كنترول اللي هي الكهورت والكيس كنترول. الكيس كنترول والكهورت اهي دي سهله قوي. انتوا المقارنه في واحده غاليه في واحده رخيصه، واحده بطلع زي ما قلت لكم ريلاتيف ريسك، واحده بطلع بس الاودز ريشيو اللي انا قلت لكم عليه، واحده تنفع للريف ديزيز واحده ما تنفعش للريف ديزيز زي ما قلنا. إذا الكلام ده قلناه امبارح. intervention studies أو design قلناه امبارح برضو عندي فيه بختار أنا
بختار تجارب اللي هي community trials و clinical trials، بختار control group، سوري بختار شوية ناس شبه بعض، وبعد كده بحط ناس في الكنترول جروب وناس في الانترفنشن جروب، بحطها randomized عشان ما يبقاش في bias، ثم بشتغل ببلايندنس برضو عشان ما يبقاش عندي bias. الكنترول جروب بياخد placebo، والplacebo معناها مادة inert ما هيش فيها حاجة فعالة. اوكي بس دي ما فيهاش حاجة. كنترول هو ممكن نشرح حتة اللي هي الأودز ريشيو اللي هي في الكيس كنترول، نراجع عليها تاني معلش. الجدول فهمها قوي. الأودز ريشيو. تمام. طيب ده كده خلاص، دي حتة كده حلوة. انت عايزة نراجع الجدول اللي انا امبارح كنت عملته، كنت جبته ايه، استنوا، I think this is the one. Cohort study. طيب دي الكهورت يا أولاد، الكهورت اللي هي هطلع منها relative risk. اوكي. لا 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 يا دكتور، هو في الكيس كنترول، في الكيس كنترول كان في موضوع اللي هو الاودز ريشيو. ايوه الكيس كنترول، بص هي دي الكيس كنترول. تمام. الكيس كنترول شكلها كده زي ما انتم شايفين، ببتدي population diseased و not diseased وبرجع في الماضي، بنعمل لها تقريبا يا ولاد نفس شكل الجدول ده. انا بس عشان ايه، فين prevalence ratio، اوكي بصوا هو نفس شكل الجدول ده، ان انا عندي بيبقى ناس smoker وعندها cancer lung اللي هو ايه، سموكرز وما عندهمش كانسر لانج، ناس مش سموكر وعندهم كانسر لانج سي، وناس مش سموكر يعني not exposed وما عندهمش كانسر لانج، يبقى ايه الدي. سيبك من كلمة prevalence ratio، ده دي في الكروس سيكشنال، ولكن في الكيس كنترول بقى بنسميها ايه، نفس الحسبة كده بالظبط، بنسميها odds ratio، يعني الاكسبوزد وعندهم على التوتال اكسبوزد، اوكي، ديفايدد باي نوت اكسبوزد وعندهم على التوتال نون اكسبوزد. دي بتطلع لي، طالما انا بتكلم على كيس كنترول يبقى بتطلع لي حاجه اسمها اودز ريشيو، اسم الايكويشن كده، وهي دي يعني هي بالظبط نفس الحسبه، كاني بحسب بريفالنس ريشيو وكاني بحسب في الكوهورت ستادي الريلاتيف ريسك. تمام تمام يا دكتور، شكرا جدا. تمام ثانك يو. فين البتاع بتاعنا التيمز؟ اهو اوكي. طب دي كده خلصت، ناخد ايه تاني؟ ناخد انتوا عايزين ناخد الفاريبل صح؟ يا ريت يا دكتور، يا ريت. يا ريت يا دكتور، يا ريت يا دكتور لو تكملي الملفات على قد ما تقدري. ماشي. يا لهوي، one slide of 35. سيبك من learning objective بقى والكلام ده. تمام. يعني ايه variable؟ يعني data. يعني ايه متغير؟ اوكي variable متغير، بس يعني ايه بقى بالبلدي كده، بالبلد متغير يعني ايه؟ متغير هي اي حاجه في الدنيا، اي حاجه في الحياه، اي حاجه هي variables. على فكره هو في حاجه ثابته خالص غير ايه، حاجه معينه، ان احنا مثلا الانسان عنده ايه، one nose صح كده، one nose two eyes صح دي كده خلاص، لكن لون العين دي ايه؟ variable. تمام؟ لون الشعر variable. طيب البلاد بريشر variable. البلس ريت variable، لأنه فيه بيتغير. It's not ثابت، ثوابت يعني. فكلمة variable فعلا يعني متغيرات، ساعات بنسميها data يا أولاد، بيانات. أوكي؟
طب بنسميها ايه داتا. اذا الفاريبلز الفاريبلز اوكي ما فيهاش حاجه دي سبيسيفيكيشن اوف فاريبل ولا حاجه. اول كلمه مهمه هنا اللي هي تقسيمه الفاريبلز. اوكي نفتكر ده من بايوستات 101 خدنا انه الفاريبلز are classified into two big types يا quantitative يا qualitative. تمام يا quantitative يا ايه يا qualitative. طب ناخد الاول الquantitative يعني ارقام كمية data in numerical quantities that can assume all possible values data on which mathematical operations are possible والexamples أهو الage والweight والtemperature والhemoglobin والrbc's count والpulse rate والtemperature والكمان والblood hemoglobin والcholesterol level والserum ferritin كل حاجة تقريبا يعني. إذن دي quantitative variable. النقطة الثانية اللي في السلايد دي بيقول لي data on which mathematical operations are possible عارفين قصدين بيها إيه؟ إن النوع ده من الداتا هو اللي أقدر أشتغل عليه الكلام اللي قلناه زمان قوي في 1 measures of central tendency يعني mean median mode أقدر أشتغل عليه measures of dispersion يعني range standard deviation وكل الحسابات أقدر أشتغل عليه equations كتيرة قوي. تمام؟ تمام. ما الإكواليتيتف بقى دي وصفية وصفية qualitative variables اللي هم categorical يعني مثلا أنا أديكم مثال blood groups إيه الكاتيجوريز اللي فيها بمعنى إيه الأوبشنز اللي ممكن نطلعوا يعني لما يحللونا blood groups إيه ها عندي 5 options يا إما أطلع blood group A يطلع blood group B يا نطلع AB يا نطلع O 4 options sorry A وB وO وAB صح كده؟ تمام أدي الأوبشنز مش أرقام يعني لو أنا حللت لكم كلنا اللي قاعدين دلوقتي في التيمز البلاد جروبس شوية مننا هيطلعوا O وشوية B وشوية A وشوية AB هل أقدر أعمل مين؟ يعني متوسط؟ لا never طبعا أقدر أعمل ميديان ومود ورينج؟ لا طبعا ما ينفعش أمال نقدر نعمل إيه للكواليتيتف داتا؟ نقدر نطلع proportions وpercentages تمام؟ حلو خلينا هنا بقى نشوف الكواليتيتف variables يا أولاد تنقسم جوه نفسها إلى two subtypes يا نومينال يا اوردينال. النومينال زي البلاد جروب اللي قلتها دلوقتي وناخد مثال كمان زي السكس كاتيجوريز او الجندر يا ايه يا ايه يا ميل يا فيميل تملى ابلكيشن او كويشنير سؤال فوق كده يقول لك علم على النوع فانا هعلم على فيميل ومحمد وعلي وكده معانا في التيم دلوقتي هم علم على ميل يبقى دي تو كاتيجوريز اهي جواه حلو أو هل فيها دي ليفلز مستويات مثلا مستوى عالي مستوى واطي مستوى متوسط لا ميل يا في ميل البلاد جروب يا ايه يا بي يا او يا كذا تمام ايه كمان نومينال كده صريحة على طول ما فيهاش ليفلز ولا رانكينج ولا مستويات زي ايه ها مثلا ال ايه تاني الواحد نسي معاكو دلوقتي تاني مثلا نقول ال color of hair ال hair color تعلم على حاجات brown black red كده تمام طيب امال ايه ordinal بقى دي ordinal بقى هدي المثال على طول يقول لك احنا حللنا الهيموجلوبين بتاع 1300 طالب في المدرسه ومعانا الارقام بتاعه الهيموجلوبين ليفل بتاع كل طالب في الحاله دي هيموجلوبين ليفل كرقم بتاع كل طالب يبقى كوانتيتيف داتا بعد كده انا هجمع مجموعات الطلبه اللي مثلا هيموجلوبين تحت 10 واقول عندهم سيفير انيميا من 10 ل 11 مودريت انيميا 11 ل 12 مايلد انيميا اوكي هنا بقى بقت ايه الداتا دلوقتي سيفير انيميا بقت اوردينال بقت كواليتيتيف واوردينال يبقى هنا بقت سيفيريتي اوف ديزيز مايلد مودريت سيفير بقت اوردينال طيب عملنا جمعنا الداتا عن السوشيو ايكونوميك ليفل طبقا للدخل بتاع الاسره وقسمنا الاسر اللي معايا في الدراسه الى
high socio economic level, moderate او middle socio economic level واللو socio economic level. في الحالة دي بقت ايه برضو ordinal type of debt. فهمنا دي؟ دكتور ممكن سؤال لو سمحتي؟ فضل. احنا قلنا الهيموجلوبين quantitative صح؟ هيموجلوبين level yes. طب حضرتك دلوقتي ان هو قلتي في qualitative ordinal. لا استني. طيب استنى اسمك ايه؟ تسنيم منسي. بصي يا تسنيم هيموجلوبين ليفل حبيبتي بصي هيموجلوبين ليفل ان جرام بير ديسيليتر ده كوانتيتيف. بعد كده لما انا احول الداتا الكوانتيتيف دي واجمعها واقسمها طبقا للسيفيريتي اوف انيميا بقت دلوقتي خلاص ما عنديش الارقام بقت دلوقتي عندي بقول بس ان انا مثلا عندي 100 طالب كان عندهم سيفير انيميا و20 طالب عندهم مودريت انيميا. في الحاله دي سيفير انيميا مودريت انيميا مايلد انيميا بقت دلوقتي النوع ده من الداتا اسمه كواليتاتيف اوردينال داتا. تمام يا دكتور. طب بعد اذن حضرتك يا دكتور هو الهيموجلوبين قلنا انه كوانتيتاتيف ديسكريت ولا كونتينوس؟ كونتينوس. ليه continuous؟ هنقول بعد شوية لما نوصل للكلام ده. كلمة continuous معناها ينفع فيه العلامة العشرية. حلو؟ بالضبط. discrete أرقام صحيحة فقط. نقول ونخلص. حاجة مثال على discrete. pulse rate 70 نبضة ونص. إذن pulse rate يندرج تحت quantitative discrete data. الهيموجلوبين level يندرج تحت quantitative continuous data. تمام شكرا جدا حضرتك يا دكتور. Thank you. يلا النومينال variables بقى النومينال variables الله ده داخلين في تفاصيل تاني كمان بس أنا قلتها قلتلك لما تلاقي سؤال عن الجندر وحضرتك تعلم على ميل وحضرتي أعلم على فيميل ما عندناش أوبشن تالت يبقى النوع ده من الداتا اسمه دايكوتوموس في بس تو أوبشن. تمام ندي مثال تاني Do you smoke؟ الإجابة yes و no برضو ده دايكوتوموس تو أوبشنز أونلي. وفي بقى مالتيكوتوموس المثال بتاعها البلاد جروبس A و B و A B و O حاجات تانية مثلا فيها yes و no و maybe مثلا حاجات تانية يبقى أنا ممكن dichotomous و multi-a-cotomous. أوكي الordinal بقى الordinal variable ordered ordered يعني إيه في score مثلا في score زي يعني order زي مين البرس order يقول لك ده ترتيبك كام في ترتيبك كام في الاطفال في الاسره ده السكند وده السيرفد وانا الفيرست فما فيهاش متوسط برضو دي سكور اوردينال فاريبل كاتيجوريال لايك السوشيال كلاس كاتيجوريز هاي ميدل لو نيوميريكال لايك باريتي الباريتي دي لا الباريتي دي يا اولاد الباريتي دي ديسكريت دي quantitative discrete الparity. لو سمحت يا دكتور. نعم. يعني ايه كلمة parity اصلا؟ بالظبط. سؤال حلو عندكم حق فيه طبعا. parity معناها وصف ال parity status of the woman من حيث عدد الحمل والولادة والابورشن. ندي مثال. وده دايما هيتسأل لما تروحوا بقى سنة رابعة تاخدوا نسا ففي الشيت بتاع العيادة بتاعت مثلا متابعة الحمل أو الولادة في الشيت في حاجة اسمها الباريتي تكتب جنبها إيه حضرتك هو ده السؤال سوري بنكتب إيه على الشيت لأي ستة حامل مثلا بارا أنا هديك المثال باريتي فبنكتب الست دي بارا 2+1 يعني ايه بارا 2 بلس 1؟ يعني والدة مرتين ومسقطة مرة يبقى الباريتي
الرقم الاولاني بيبقى عدد المواليد اللي ولدتهم قبل كده، و بلس دي الرقم الثاني عدد الابورشنز لو سقطت قبل كده. تمام، يبقى بارا 1 بلس او يعني والده مره قبل كده وما سقطتش ولا مره، بارا 1 بلس 0 يعني بارا 1 بلس او، بارا 2 بلس 1، بارا 2 بلس 0، بارا 3 بلس 1. يبقى ده كانه التاريخ او السجل بتاع الست ولدت كم مره قبل كده وسقطت كم مره قبل كده. حلو. طب هو مش ده كوانتيتيف يا دكتور؟ بالظبط، ما هو ده ديسكريت، ده كوانتيتيف ديسكريت نيوميريكال اهو. اوكي نيوميريكال. طب ايه مكتوب هنا؟ انا مش عارف. لا مش عارف، سيبك منها خلاص. هو سكور الكاتيجوريال سوشيال كلاس او البيرث اوردر، دول يمشوا مع الاوردر كواليتيتيف كاتيجوريز. الباريتي دي بارا 1 بارا 2 بارا كذا، دي كوانتيتيف ديسكريت. الدكتوره كانت قايله ان هو يعني مثلا عشان والدت يعني ده اول طفل، ثاني طفل، ثالث حد هو اللي يعني. انا فاهمه، انا فاهمه. بيني وبينكم يا اولاد، بيني وبينكم، انا ساعات ممكن بنعتبره اوردينال، بس يعني ليه برضو، او بلاش كده، بنعتبره كواليتيتيف لانه انا مش هعمل متوسط، ما ينفعش اعمل متوسط برضو. فاهم مني؟ يعني مثلا ايه، الست والده قبل كده مره، الست دي والده قبل كده مرتين، الست دي والده قبل كده ثلاث مرات، فانا اقدر احطهم برضو بشكل ان هم كانهم ايه اوردينال عندي، يعني حتى لو ارقام. فاهمني؟ وفي نفس الوقت هم بيندرجوا تحت النيوميريكال داتا. لكن الشور والاكيد انه، وان شاء الله يعني ما يبقاش في اسئله محيره، انه السوشيال كلاس ده يندرج تحت الاوردينال داتا كاتيجوريال، والبيرث اوردر اوف ذا تشايلد بيندرج تحت برضه الاوردينال كواليتاتيف اوف ذا اوردينال كواليتاتيف داتا. اوكي الكونتينوس نيوميريكال discrete continuous او discrete variables. المنظر بيبقى كده فعلا، ان انا هنا ال continuous variables دي زي ما انتم شايفين من 0 to 1، فعندي ايه مسموح بالفراكشنز والعلامات العشريه، ولكن ال discrete ما فيهاش كسور. تمام، المثال السهل ال weight in kilograms ده فيه كسور عادي، ال age فيه كسور عادي، البالس ريت ما فيهوش كسور، يبقى ديسكريت داتا. الايدج يا دكتوره فيها كسور عادي؟ اه طب عادي. انت بتقول ما انت عندك كم سنه يا ابني؟ 21 سنه ونص. ايه ده، في حد يعني فعلا؟ اه الايدج، الايدج ده كونتينوس. قول. ها تمام. بص يا سيدي، لا مفيش مستغرب، بس انا اي حد بيسال بقول له يعني 21 مثلا، لو لسه ما خلصتش 21 خلصتها بقول 22 كده بس. ماشي طب براحتك. لا كونتينوس طبعا، قول اللي انت عاوزه. 21 انا معاك، ولما بنعدي كده نص السنه نبتدي نقول عندك كام، تقول 22. ما انا عارف، بس ده مجازا، احنا بنتكلم على داتا هنحللها ونجمعها. لا بنكتب بالدقه، انت مجمع داتا فانا هسالك تاريخ ميلادك، وانا هكتب بقى عنده 21 سنه و 3 مانس، يبقى في كسور. فهمت قصدي؟ اه تمام اوكي. شوف سيبك من انت بتقول ايه او كل واحد بيقول ايه، احنا بنتكلم هنا على نوع الداتا ايه، لا ينفع فيها علميا. فهمت قصدي؟ تمام زي مثلا ما قلت لك البالس ريت، البالس ريت ما ينفعش فيه كسور اصلا، انت بتقيس البالس لازم يطلع برقم صحيح. حاجه تانية، number of children per family ما ينفعش في كسور، يا طفل يا اتنين يا زيرو يا ثلاثة يا خمسة. مظبوط. تمام يلا assignment. create data collection. create data collection tool for young adults living in rural areas including person among the assignment. ايه assignment ده انتوا عندكم كمان كان assignment يعني. ده ولا حاجة، ده كان واجب يعني اللي حضر منكم. أنا شك أن المحاضرة دي ما فيش مخلوق فيكم حضرها أصلا في المحاضرة.
حاسه بكده. ده assignment كان يعني عشان تتدربوا جوه المحاضرة على الداتا collection tool، تجمعوا الداتا اللي احنا اتكلمنا فيها دلوقتي. تمام. الدكتورة عملت محاضرة من قيمة تلات أسابيع كده قبل ما نبتدي اختبارات يعني. بس دي المحاضرة اللي الدكتورة عملتها. ايوه ماشي. مين حضرها فيكم؟ لا حضرناها لأن كنا من يعني كانت الدكتورة منبهة على الحضور جدا وحضرنا عدد كبير يعني. حلو، هي دي اللي كان فيها الاساينمنت ده؟ هي دي اللي كان فيها الاساينمنت ده؟ ماشي اوكي. طب قولي كان ماشي ماشي. في حد كان عايز يسأل؟ دكتور انا بس كنت عايز اسال سؤال، هو مش شايف المنهج بس انا عايز اعرف، هو احنا لو يعني احنا لو مثلا لو اعتمدنا او ذاكرنا كويس لغايه اللي هو الجزء اللي هو السامبل بقى والكروس سيكشن والحاجات دي كلها، نقدر نعدي في الامتحان النص؟ عشان انا بجد الكميه كبيره جدا في الامتحان بكره. ما خلاص، ما احنا بنعملها مع بعض اهو، واحنا سيبنا حاجه، ما احنا عملنا كله مع بعض. انتوا هتخلصوا معايا وهتروحوا تناموا، تروحوا بكره تمتحنوا، ربنا يوفقكم وخلصنا على كده. ماشي، يعني امتحان ان شاء الله. باذن الله باذن الله هنكمل. وايه كده يلا يس. كلمه داتا ريدكشن يا اولاد، data reduction أو creation of composite variable بمعنى إيه؟ بصوا example، أنا جمعت age من 47 طالب أو individuals، وادي الage اللي جمعته أهو، أوكي؟ فأقوم أنا عايزة أعمل data reduction، فمثلاً أقوم إيه؟ أحسب الرينج، بدل ما أعرض كل الداتا كده بلا معنى، أقوم قايلة ال 47 شخص اللي معايا الايدج بتاعهم بيتراوح ما بين 20 لغاية كام؟ 69، ده اسمه الرينج، تمام؟ وممكن أقسمهم بعد كده إلى intervals وأقول عدد الناس في كل age، عدد الناس في كل مرحلة عمرية كان كذا، تمام؟ فدي كلمة data reduction يعني، مش مشكلة. فهو دي طريقة للعمايل، ما فيش مشكلة، الامتحان MCQ data presentation بعد كده بنعرض الداتا يا إما بتيبلز يا إما بتشارت، والشارت دي بتكون عبارة عن باي تشارت وحاجات تانية كتير هنشوفها دلوقتي. التابلز ولا حاجة، تابلز منظر بس للتابل اهو، ومنظر للباي تشارت اهي، وكولم تشارت، مش حاجة يعني. انا شايفة ان هنا اهم حاجة كانت واللينير دي طرق عرض بس يعني للداتا بتاعتكم اللي هي نيوميريكال اللي انتوا جمعتوها، هيستوغرام. انا هنا ممكن اقول لكم على معلومه لطيفه، الهيستوغرام والفريكوانسي بوليجون الاثنين اللي قدامنا دول، ها هيستوغرام وفريكوانسي بوليجون، بنقدر نعرض بيهم انهي نوع من الداتا يا حلوين؟ ها تقولوا لي انتوا، مش هتقولوا انتوا، اقول انا ونخلص. الهيستوغرام والفريكوانسي بوليجون اقدر اعرض بيهم الquantitative continuous data. اديني قلت اهو quantitative continuous data، اوكي؟ بشتغل على الquantitative data الميجرز اللي قلنا عليها دي دلوقتي، والميجرز اللي قلنا عليها دلوقتي ما اقدرش اشتغلها على الqualitative data، دي بقدر اشتغلها على الquantitative، mean median mode range variance standard deviation وهكذا. الحاجات دي برضو ولا حاجة يعني، والconclusions خلاص حلو كده تمام. دكتور معلش عندي سؤال. قول. هو في الجزئية الفريكوانسي بوليجون في معلومة بتقول البوليجون begins and end on a frequency of zero، ليه؟ يعني هو بيخلص بيبتدي ويخلص عند الزيرو الفريكوانسي بوليجون؟ يعني ايه زيرو؟ عالبيز لاين تقصد؟ هو مكتوب اللاين بتاعه يعني بيخلص بيبدا وبيخلص عند الزيرو. مكتوبه فين دي؟ نفتح تاني. مش زيرو، استنى بس، ده مش زيرو. اقول لك انا برضو حاجه بس، هو الفريكونسي بوليجون هو ايه؟ هو عباره عن هيستوغرام مسحت منه البارز بتاعته كلها وسبت بس النقط اللي في نص البارز من فوق، اوكي؟ صح كده.
تمام. دي المعلومه اللي لازم تعرفوها. اهو اهو بص اهو، انت عندك فريكوانسي بوليجون. بنعمل ايه ببساطه؟ كاني انا مسحت البعض كلها وسبت من فوق بس ايه بط النقاط اللي في النص بتاعت كل ده موجوده في اللي هو اخر ملف خالص، يعني من ضمن الملفات اللي بعتها، من ضمن الملفات اللي بعتها محمد هتلاقي اخر ملف. هي دكتور المفروض اللي هو انا متهيألي نروح عليه بقى على طول كده ونخلص يعني. بس دي دكتور الملفات داتا كولكشن، ما ينفع نمشي بالترتيب؟ بالترتيب يا دكتور. داتا كولكشن، خلينا نمشي بالترتيب الاول بعد كده نوصل الملف ده بعد كده نشوف اللي فيه. طيب حاضر. داتا كولكشن. معلش يا دكتورة تعبين حضرتك معانا والله، بس يعني متعشمين في حضرتك. توفيق ان شاء الله. تعبت فعلا. امتحان الساعة كام بكرة يا ولاد؟ الساعة 12. طيب حلو، يبقى عندكم وقت الصبح تراجعوا شوية برضه. اوكي يلا بصوا يا ولاد، الخلاصة قبل ما نبص على السلايدز دي كمان. الداتا كولكشن ببساطة احنا لما قلنا انواع الداتا ايه، كوانتيتيف وكواليتيتيف، وقلنا هنروح بقى نجمعها، وقلنا لو تفتكروا في الاستادي ديزاين الايكولوجيكال استادي انا باخد داتا اوريدي موجوده، باخد بس حاجات جاهزه من الريجسترز واعرضها. هنا بقى داتا كولكشن يعني انا بنفسي عايزه اروح اعمل السيرفي، تمام؟ انا اللي هروح اعمل السيرفي. ثواني معايا. اوكي انا بنفسي عايزه اروح اعمل السيرفي، يبقى انا عايزه اروح اجمع داتا. هاو تو كولكت داتا، الاول هاو يعني ايه التكنيكس ببساطه، يعني فكر فيها كده. هتستخدم كويشنير، هتستخدم تول. اوكي يا اما تروح تاخد من الريكوردز الموجوده والريجسترز وتنقل منها، او انت تروح بكويشنير وتسال الناس، او تعمل انترفيو كويشنير برضه بس انترفيو يعني فيس تو فيس، وانت اللي تسال وانت اللي تكتب. يا اما self administered questionnaire، يا اما سيرفيز عن طريق التليفون والنت. كلها دي حاجات سهله، فدي ايه هتقبوها، فدي كلها التكنيكس. اوكي تمام. بعد كده احنا بس هنشوف بقى الادفانتج والديس ادفانتج بتاعه كل نوع يعني كده. برضو باللوجيك الريكوردز والريجسترز لها ادفانتج عظيمه انها رخيصه و بيرميت الاكزامينيشن اوف باست ترندز، لانها ماضي متسجله عندي وممكن انا يعني هتنفعني بان انا ممكن حتى اشوف كان الماضي بيحصل فيه ايه بالنسبه لحدوث الامراض والكونديشنز والكلام ده. ديس ادفانتج انها اكسسبل طول الوقت، يعني ده ديس ادفانتج نون ايثيكال، زي ما في واحده زميلتكم كانت بتسالني بتقول لي ازاي نستخدم الريكوردز وذيس از نون ايثيكال، بس لا بنستخدمها. يعني الاجابه بنستخدم الريكوردز في الداتا كولكشن. إيه اسمها ethical قوي. بصوا هي ناس بالعنا. هي لو كده تبقى non ethical فعلا، لو انا بعمل افصاح، لكن just انا باخد الاوفرول نسب كانت موجوده فما تعتبرش non ethical. يعني هي non ethical disadvantage ده لو انا فعلا رحت وافصحت عن داتا المرضى نفسه، فاهمني؟ لكن احنا في العادي طبعا ما بيحصلش ده. طبعا انكمبليت، ممكن ما بتبقاش كامله، فانا بضطر ان انا بقى بعد كده برضو الجا اعمل السيرفي بنفسي. الاوبزرفيشن بقى دي انا اللي بعملها، فدي تعتبر مور ديتيلد انفورميشن، فاكتس نوت منشن باي كويشننج تيست فاليابيليتي. يبقى انا دلوقتي الاوبزرفيشن ليها ادفانتج كويسه جدا. برضو كلمه ethical issues دي ان انا ممكن يعني كلمه اسكال ايشوز انا يا اولاد في الديس ادفانتج تعني دايما انه لو حصل مثلا ايه افصاح عن البرايفسي وال بيسموها ايه يس البرايفسي بتاعه المرضى، ممكن اوبزرفر بايس. يعني انا ترى بعمل اوبزرفيشن وبعدين انا بكتب عندي الداتا، يبقى في بايس ممكن تحصل.
الداتا كولكتور هو بنفسه ممكن يغير في الريزلتس، وبتحتاج تريننج في الايه عشان اجمع الداتا. البيرسونال انترفيوينج طبعا دي يعني دي سوتابل فور illiterates. لو انت بتعمل بتجمع داتا من ناس مثلا جهله جدا مش هتعرف هي تملى الكويشنير، فانت بتعمل بيرسونال انترفيو. ماشي، لا اتفق، ممكن تعمل اذا بتنفع للإليتريتس، وبتسمح بانك انت تعمل توضح الاسئله لو هي مش واضحه، وطبعا ما بتتعبش الناس اللي بتشترك معاك في البحث لان انت اللي بتملى الكويشنير. والديس ادفانتج اهي لس اكريت، ماشي ايه انتوا الحته دي مش مشكله عشان ما نقضيش فيها ايه وقت طويل، الادفانتج والديس ادفانتج دي. اوكي، differentiation ما بين data collection technique و tool. عايز اشوف، استنوني دون انا ربع دقيقه كده اقراها دي. طبعا بس دي يعني طيب بص، الجدول ده يعتبر مهم ليه؟ تخيل كده يقوم جايب لك مثلا يقول لك the following is one tool in the following is a tool in data collection، ويقوم حاطط لك مثلا observation و interviewing و self-administered questionnaire self-administered ها، وبعدين يحط لك check list. مين هتبقى التول هنا؟ الإجابة إيه؟ check list. أوكي؟ يبقى الجدول ده مهم في إيه؟ إنك تعرف مين هم التولز ومين هم بنعتبرهم تكنيك، وما يعني ما نتلخبطش بينهم، وما الحقيقة ما يلخبطوش، لأنه كلمة observation ده التكنيك نفسه، استخدام الـ available data ده التكنيك، الانترفيو دي تكنيك، بس بستخدم إيه بقى كأدوات؟ هنا بقى بستخدم الـ checklist، microscope، pen and paper، questionnaire، agenda. فاهميني؟ فاهميني؟ الحتة دي مهمة في كده. طيب يا دكتور. تمام. designing a questionnaire بقى yes دي ولا حاجة، دي هتيجي ايه يعني دي في MCQ. ازاي نعمل questionnaire؟ ان انا في البداية بعرف الobjectives بتاعتي عشان لما احط اسئلة الquestionnaire تبقى مغطية الobjectives، بعد كده review the necessary information، وبعدين ابقى عارفة ايه الvariables اللي انا عايزة اجمعها، يعني مثلا الgender والage و و و و والblood group والhemoglobin level والحاجات دي كلها. وبعدين مهم ان انا بعمل تيستينج زي كويشنير على مجموعه صغيره، الاقيه ماشي كويس وواضح والاسئله واضحه، ببتدي اعممه على السامبل كلها بتاعتي. ماشي، ده مثال يعني مش مشكله. example 2 congenital anomalies مش مشكله. designing a good questions and instruments open ended دي بقى برضه نعرف فيها ال open ended question يعني ايه، الopen ended والclosed ended، نعرف الفرق بينهم please. open ended question yes open ended يا ولاد معناها أنا بدي فرصة للشخص اللي معايا في البحث إنه يكتب هو جملة يرد على سؤال مفتوح. open ended question زي مثلا what habits do you believe بتزود chance of having heart attacks، what habits ده انا بساله open ended، يجاوب ويكتب اللي هو عاوزه. تمام، يبقى دي بتسمح بالايه، بانه الريسبوندنت يكتب الانسرز بتاعته without limits، open ended question. اوكي ماشي. طيب الديس ادفانتج بتاعتها ايه بقى؟ ليها ديس ادفانتج طبعا ان هي بتصعب الكودينج بتاع الإجابات، بتصعب الكودينج بتاع الإجابات وإدخالها على البرامج بتاعة التحليل الإحصائي والكلام ده. طب أمال إيه الكلوزد إندد؟ لا كلوزد إندد أنا اللي مدياله الإجابات وهو عليه بس يعمل تشيك للبوكس، فأنا الإجابات محدودة عندي وبعرف أعمل لها كودينج والكلام ده كله. يعني مثلا which of the following زي الام سي كيو عندكم كده، أنت هتختار A B C D E، اختار واحدة بس، هنا هتشك في واحدة من الإجابات اللي أنا مدياها في الكويشنير. ده الفرق بين open-ended و closed-ended question. الأمثلة بتاعت closed-ended زي yes or no،
زي daily, weekly, monthly, yearly, ونحط احنا الإجابة بس يعلم عليها agree, disagree وهكذا. Do you use mask? تختار always, sometimes أو never. Do you use gloves? تختار برضو كذا. تمام؟ دي أمثلة أمثلة. لها طبعا مميزات إنها very quick, very easy, سهلة الكودينج, ولكن لها disadvantage إنها بتخلي الريسبوندنت عارف مخنوق, كان نفسه في بعض الأسئلة يحط هو إجابات من غير limitation, ولكن إحنا إيه خانقينه فبتخليه limited شوية يعني. ماشي. بعد كده data collection instrument, whenever there is a chance that the set of answers is not gather, does not include all possible. بيقول لي ساعات بحط أنا الإجابات closed ended برضو, وبدي فرصة واكتب other وspecify بعدها, فبيسمح للشخص إن هو إيه يحط إجاباته شوي. طيب إيه دي بقى visual analog skill for rating the severity of pain. إيه دي use an scale معناها من مفيش pain لغاية unbearable pain, ده scale, وإحنا بس الشخص يعلم لي كده X في الحتة اللي هو حابب يقول, دي بنسميها visual analog scale. يبقى الفيجوال انالوج سكيل ده بيبقى ايه تعريفه, مثلا 10 سنتيمتر لاين والمارك از 3 سنتيمتر فروم ذا اند, معناها 30% وهكذا. يبقى كل نقطه على البتاع بنحسبها كانها بيرسنت للاجابه, اسمها فيجوال انالوج سكيل. وفي ريتنج سكيل, يبقى الفيجوال انالوج عرفنا ازاي معناه ايه, ذا لاين سنتيمتر لاين 10 سنتيمتر لاين. الريتنج سكيل مثلا I enjoy meeting new people, بدي scale من 1 to 5, من 1 to 5 strongly disagree, disagree, unsure, agree, strongly agree وهكذا, فتحط ده اسمه rating scale. ودي أمثلة tobacco use questionnaire وكذا. ماشي. وده يعني بصوا بيجي زي في الامتحان analog scale أو rating scale, مش فاهمة ولا حاجة. مش هيجي طبعا سؤال بمعنى مسألة, ولكن ممكن مثلا يكون the following is a characteristic of the مثلا rating scale, ويحطوا لي بقى هل هي مثلا closed ended question, open ended question, ولا choosing a number from 1 to 5 مثلا, حاجات كده. فلا هيبقى choosing a number from 1 to 5. اوكي, يعني تيجي تعريف يا دكتور صح؟ تعريفات, الحتة دي تعريفات كلها اللي احنا عدينا عليهم كلهم دول تعريفات. اوكي تمام يا دكتور, شكرا. اعدي على الحتة دي واروح على طول على كلمة validity و reliability عشان دول برضو تعريفهم مهم يا ولاد وممكن يجي. يعني ايه ال question valid؟ يعني ايه valid؟ valid معناها the extent to which the question measures اللي أنا عايزة أقيسه فعلا. هل السؤال بتاعي فعلا بيدخل للريسبوندنت في العمق بحيث يديني هو إجابة, أو أنا محددة الإجابات بتقيس حاجة أنا من البداية في الريسيرش بتاعي وفي الريسيرش كويشن بتاعتي عايزة أقيسها, يبقى دي كلمة valid, السؤال ده valid. أمال يعني إيه reliable؟ reliable معناها extent to which a question produces the same result when repeated. يعني أنا لما أعيد السؤال تاني بصيغة تانية برضو respondent هيديني إجابات زي الصيغة الأولانية, يبقى أنا السؤال ده أنا مصيغاه بشكل محترم وكويس وreliable, أعتمد على هذا السؤال في إجابة الناس عليه. تمام, مفهوم يعني, سؤال مفهوم reliable. يبقى valid measures what قولي تمام, اقصد اعاده بسرعه يعني. بالظبط. يبقى تاني valid معناها بيقيس اللي المفروض يقيسه, reliable معناها بيديني same result when repeated. اوكي تمام. الكلاريتي طبعا لازم يبقى السؤال clear, واضح, مش weird كده ومش مفهوم, simple, neutral. الحته دي بقى نتسائل ازاي فيها, يقول لك ايه the questions في او questionnaire لازم تكون أسئلته تتسم بالآتي, ويقول لك neutrality و simplicity و clarity و validity
وفاليابيليتي كل دي اجابات صح. يقوم حاطط لي بقى في النص كده كلمه تانية مثلا، انه مثلا ايه يتسم مثلا بالايه، مش عارفه اجيب الكلمه الغلط يعني، ولكن نعرف ان هي دي الكاركترستكس الصح بتاعه الاسئله بتاعه الكويشنير. فلو بتسال عليها وعايز مثلا اكسبت ولا حاجه، هيبقى محطوط معايا كلمه ما هياش معانا في الداتا دي او الكاركترستكس دي بتاعه. وممكن والله هي قدامي اهي، واي نوت، هي مثلا هيدن اسامبشن دبل بافلد كويشن question and answer options do not match. فيقول لي بقى من الكاركترستكس بتاعه الكويشنير ويحط لي حاجات صح من اللي قلناها دي، نيوتراليتي سمبلستي الكلام ده، ويحط لي ايه هيدن اسامبشن، هيبقى الاكسبت، ويقول لي الغلط فين، هي الهيدن اسامبشنز دي بيت فولز طبعا، وحاجات ما ينفعش نقع فيها واحنا بنعمل الجود كويشنير بتاعنا. دبل بافلد كويشنز اللي هي ايه الدبل بافلد، يعني بيقول لي مثلا each question should contain only one concept، ال or أو ال and will lead to responses غلط. ندي مثال how many cups of coffee or tea، دي double babbled، لا coffee or tea لا، in this case نسأل two questions please، مش نسيبها double babbled يعني حاجتين مع بعض. hidden assumptions برضو تعتبر ايه حاجة مش كويسة في الكوشنير. I felt that I couldn't. The hidden assumption. I felt that I couldn't check off the blues. اللي هي sadness يعني. مش مفهوم. Hidden assumptions. يعني نعمل. This assumes that respondents have families and ask for emotional support for those who do not have a family. هيبقى ايه؟ يبقى I felt that I couldn't lose sadness even with the help of my family. طب واللي ما عندهمش family، يبقى هنا في hidden assumption. بلاش ال hidden assumptions. The question and answer options do not match. grammatically غلط بقى. فبلاش الحاجات دي اللي هي never و seldom و often و very often. الإجابة لازم تبقى واضحة. Yes و no. Assumptions يعني إسقاطات. افتراضات. يبقى في hidden assumption، افتراضات خفية، بلاش افتراضات، كل حاجة تبقى واضحة. ولازم ال question وال answer options يكونوا matching بوضوح، بلاش ال never وال often وال sometimes والكلام ده. يعني دي حاجات كده، فاحنا نعرف بس التايتلز، البيت فولز اللي هي التايتلز واضحه فوق كده اللي قلناه. اوكي ماشي، درافت بقى والكلام ده سهله، وريفايز وبري تيست تمام خلاص. اوكي ادينا رجعنا البتاع ده سريعا. ايه تاني؟ سبعة؟ دكتور ما فضلش او ثمانية. طب يا دكتور عندي سؤال ممكن؟ قول. الكويستشنير tool of data collection ولا method of research؟ الكويستشنير وبوضوح tool for data collection. تمام شكرا. عفوا، بس خلي بالك عشان في حتة كانت اسمها self-administered questionnaire دي، ها كانت ايه؟ كانت تكنيك. بص self-administered questionnaire دي تكنيك، الانترفيو دي تكنيك، التول المستخدم questionnaire ببساطة. تمام شكرا. نشوف التابلت presentation. بصوا علشان دي مش هنقضي فيها وقت طويل لسبب، معظمها هتبقى examples كده وشكل tables، لكن أنا عندي في التابل شوية كده معلومات أساسية لازم نبقى فاهمينها. هو قدامي إيه هي rules for constructing tables. تمام؟ rules for constructing tables. الأول نعرف anatomy of a table، معناها التابل لازم يكون فيه إيه؟ تابل لازم يكون له title واضح، title واضح
وفي التايتل الواضح ده يكون في يعني العنوان اللي هو هبقى انا شرح حاجه والتيبل من حيث فين وامتى وازاي والكلام ده كله، اشتغلت على مين وفين وامتى وازاي. ولازم يكون له تحت فوت نوت. فوت نوت لو انا مستخدمه ابريفيشنز بحطها، لو انا جايبه الداتا دي من شخص معين بحطه. اوكي تمام. بيقول لي حتى التيبل لازم يكون as simple as possible، as simple as possible. وأعمل مثلا small tables بوضوح أحسن ما أعمل large table كبير. المعلومة اللي أنا عايز أقولها حاجة وهي دي اللي هتخلينا فاهمين التيبل. يقول لك إيه بقى، التيبل ده المفروض يتعمل بشكل واضح وفيه داتا كاملة وعنوان واضح وفوت نوت واضحة، بحيث إنه لو قطعت الصفحة اللي فيها التيبل دي من بقية الشابتر اللي هو له علاقة يعني بالتيبل، وبمتها في الأرض وحد جه خدها من الأرض لوحدها كده وقراها، يفهم القصة كلها كانت إيه. شفت كده؟ يبقى دي معناها إيه؟ إنه التيبل بتاعي لازم يكون self-explanatory. نروح بقى على الـ types of tables. types of table يا frequency table عادية جدا، ما فيهاش مشكلة ولا حاجة. frequency table okay. the disadvantage and advantage of listed data okay. ولا حاجة. frequency distribution data الحاجات دي لا ما فيهاش حاجة، عدينا عليها سريعا اهو. اللي انا قلت لكم بس انه التيبل يعني المفروض مواصفاته تبقى عاملة ازاي، وسلف اكسبلاناتوري، كل دي ما فيهاش حاجة يا ولاد ما تقلقوش. كلاس انترفلز امثلة كروس تابوليشن بس يعني يمكن بصوا بس كروس تابوليشن ده تيبل بنحط فيه الداتا for two variables simultaneously ولا حاجة برضو. فريكونسي تيبل زي ما اتفقنا، وكروس تابوليشن يلا هنا ولا حاجة، عدينا سريعا كده وعرفنا يعني ايه بس tabular presentation. ومتهيألي هنروح بعدها على الجرافز بقى. الجرافز وانا يمكن قولي بس يعني لو تعددي انواع التابلز، عشان كان بيسأل الدكتورة كان بيسأل ممكن اجيب سؤال يعني اجيب جدول وتقولوا ايه الاسم يعني، فايه انواعها كده يعني اوكي. الفريكوانسي تيبل والكروس تابوليشن. كروس تابوليشن ودي بنحط الكروس تابوليشن يعني ايه، بنحط فيها تو كاتيجوريز او تو تايبس اوف داتا وبنربطهم ببعض. افتكروا التيبل بتاع انواع الستادي ديزاين اللي كنا بنقول فيه اكسبوزد نون اكسبوزد ديزيزد نون ديزيزد، دي اسمها كروس تابوليشن. اوكي. والفريكوانسي تيبلز دي عاديه جدا اللي هي بنحط بقى فيها الأرقام يعني كل الداتا اللي هي معانا. frequency tables اسمها frequency table. والcross tables أو cross tabulation اللي هي بنحط فيه two categories أو two data. ودي الحقيقة اللي شفناها في ربط الـ exposure بالoutcome وإحنا بندرس الديزاين. تمام؟ طيب الجرافيك بريزنتيشن يا ولاد ده طبعا باورفل تولز بعرض بيها الداتا بتاعتي اللي انا جمعتها، ومعظمها بتبقى بيكتشرز شكلها سهل او جرافز شكلها سهل وملون وجذاب، فبيبقى جميل وبيديني داتا اهو. it provides a quick visual sense of the main features of the data. في particular graphs بنعملها حسب نوع الداتا اللي انا جمعتها، فبيقول لي وعلى طول اهو النومينال والأوردينال داتا ممكن أعرضها بالباي والبار. أوكي طيب الانترفل داتا والريشيو داتا دي بقدر أعرضها بالباي والبار، هيستوغرام اللي هي كونتينيوس داتا، فريكوانسي بوليجون برضو للكونتينيوس داتا،
ستم وليف وبوكس بلوت، هنشوفهم او ما نشوفهمش الاخره دول. اهم حاجه عندي هو الباي والبار والهيستوغرام والفريكوانسي بوليجون. اوكي نبص على شكل اي جراف برضو له تايتل بيشرح لي هو ايه الموضوع. صعب بنحط ليجند على جنب، واللي قدامي ده طبعا بنسميه كيرف، يعني ده الكيرف، ده الجراف او الكيرف. برضو تاني كل ما الجرافز تبقى سيمبل هي موست افكتيف، سيلف اكسبلاناتوري، ستاند الون. برضو هقطع الصفحه بتاعتها واقدر افهم لوحدي ايه الموضوع كان. ماشي دكتور، هو الريشيو اللي هو حضرتك بتقولي اللي هو الريشيو بنستخدم فيه اللي هي الباي والبار، ده قصدي بيه كونسيكتيف؟ قصده بيه ايه؟ الكوانتيتيف. لا الريشيو هنا مقصود بيه كواليتاتيف برضو. اوكي يعني النومينال والاوردينال ده كواليتاتيف المفروض. لو مثلا في الباي والبار واللي تحتها برضو كواليتاتيف، برضو كواليتاتيف. ليه؟ عشان هقول لكم انه الباي والبار بينفع للاثنين يا اولاد، كواليتاتيف وكوانتيتاتيف ديسكريت، لكن الكونتينوس بيبقى هيستوغرام وفريكوانسي بوليجون، كوانتيتاتيف بس كونتينوس. تاني البار والباي بينفعوا لكل الكواليتاتيف سواء كان نومينال اند اوردينال وكوانتيتاتيف ديسكريت. تمام باي وبار. الكوانتيتاتيف كونتينوس بينفع معاهم الهيستوغرام والفريكوانسي بوليجون. طب واللي هو البوكس بلوت والستيم والحاجات دي كلها، انا بس يعني عايز اعرف ايه الفرق بين الاثنين اللي هو في الجدول ده، عشان بس في الام سي كيو يعني النومينال والاوردينال واللي تحتيه في انترفال والريشيو. نومينال واوردينال يعني كواليتاتيف، انترفال وريشيو كوانتيتاتيف ديسكريت وكونتينوس. فهنا مقسم لي الديسكريت هيمشي مع البار، الباي بينفع لكل الاربع انواع اللي هما ديسكريت وكونتينوس، الهيستوغرام والفريكوانسي بوليجون للكونتينوس فقط، ستيم اند ليف وبوكس بلوت برضو للكونتينوس. ماشي حبيب تمام. يلا الحته دي اوكي. باي جرافز شفت قال لي ايه، شفت قال لي ايه نون سبيسيفيك تايب اوف جراف وبينفع لكل الحاجات. Pi represent distribution of cases in a form of circle. Relative size of each slice بتساوي proportion of cases في الكاتيجوري اللي أنا بشتغل إيه بيها. يبقى الباي chart دي بتنفع لكل أنواع الداتا. تمام؟ أمثلة بقى وشكل كده مش مشكلة. أهو 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 أهو. أوكي. باي chart. أوكي. ولا حاجة. البار. البار بتنفع لمين زي ما اتفقنا؟ للكواليتاتيف. البار تشارت كواليتاتيف اوردينال ونومينال وكوانتيتاتيف ديسكريت. اهي جرافيكال ريبريزنتيشن نومينال واوردينال و كوانتيتاتيف ديسكريت اهو. والامثله بصوا المنظر اهو اهو كلاسترد بار نفس الكلام، امثله امثله ستاكد بار أشكال ولا حاجة أشكال. هيستوغرام ينفع لمين؟ للإنترفال ريشيو sometimes ordinal variables sometimes تسيبك منها ماشي. الهيستوغرام هينفع لquantitative continuous data quantitative continuous data special form of bar chart where the data represent continuous rather than discrete categories. هذه اللي نحفظها. This means that there is no gap. There are no gaps between columns. عشان كده هو بينفع للcontinuous data. ده الهيستوغرام اهو. بعد كده هنروح على frequency polygon. ايه الfrequency polygon؟ هينفع برضو المين؟ ها؟ اوكي line formed by plotting the values في الكلاس ميد انترفلز من فوق في التوب بتاع البارز اللي كانت عاملها الهيستوغرام.
بيقول لي polygon yes begins and ends on a frequency of zero, on a frequency of zero, frequency yes. كلمة يا أولاد frequency دي عدد الناس مش القيمة بتاعة ال value ال variable, عدد frequency of zero يعني بيقول لك بصوا أهو يعني بيبتدي في نص أول واحدة ويطلع يطلع 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 وينتهي في آخر واحدة. الفريكونسي أوف زيرو ملهاش علاقة بكلمة إن أنا رجعت تاني للبيز لاين, لأ ملهاش علاقة بدي, وبس في شكل اللي يعني بنطلع وبننزل تاني نرجع. دكتور بس تأكيد يعني تأكيداً بس قلت لي الهيستوغرام والفريكوانسي بالجونة الاثنين دول كوانتيتيف كونتينيوس. كوانتيتيف كونتينيوس تمام قلت كده. آخر حاجة هنا البيل شيب سيماتريك كيرف ده يمكن مهم قوي يا ولاد بقى, ويعني أنا ما عارفش دكتورة أميرة ركزت عليه قد إيه, ولكن يعني يمكن ده يبقى أهم حاجة في الباوربوينت. بمعنى ايه بقى؟ دي مهمة. ايه النورمال ديستريبيوشن كيرف ده؟ بيل شيب كيرف, دي الخصائص بتاعته. بيل شيب كيرف شبه الجرز اهو, سيمتريك يعني ايه؟ خط النص الطولي ده بيقسمه الى تو سيمتريك بارتس يمين زي شمال. اوكي بنطبق عليه كل البيولوجيكال فينومينا لما انا بجمع داتا. بمعنى أنا لو جمعت داتا وقلت لك the following data are collected from 100 women, we measured the blood pressure and the results showed that the mean value blood pressure 90. خليها ما data are normally distributed. كلمة normal distribution يبقى من حقك تطبق النسب اللي على normal distribution curve. يعني ايه تطبقها؟ يعني تيجي على خط النص ده المين, تقوم ايه حاطط المية اللي انا قلت لك عليها, وانا قلت لك انه standard deviation 5, يبقى تيجي على المحطة اللي بعدها بالزيادة one standard deviation دي تقوم مزود 5 على 5, المحطة اللي بعدها 5 كمان يبقى 110 وهكذا. يبقى أنا بنتقل على normal distribution curve بمحطات, كل محطة قدرها standard deviation, وبقل على الناحية التانية بنفس المحطات لأنه curve symmetrical بـ -5 في كل محطة برضو. أوكي طيب لغاية هنا أنا ما قلت لكش لسه السؤال. احنا من كتب الدراسات على الاف السنين لقوا انه النورمال ديستريبيوشن كيرف ده بيقدر يشرح لي توزيع بقول عليها في البوبوليشن. يعني وجدوا انه معظم الناس هيكون عندها المين فاليو معظمهم, بس هو مش قرآن, مش كل الناس عندها نفس قياس الضغط, في شويه ناس هيبقى عندها اكتر من كده وشوية ناس أقل من كده, كله is normal. يبقى إحنا بنقول المين لغاية plus one standard كم في المية من population؟ 34% من population. طيب ولو زودنا one standard كمان 14% من population في الكاتيجوري دي, من plus one standard لغاية plus two standard, وبعد كده 2% من population. طب وبالنقص the same لأنه symmetric curve. أديك المسألة بقى, قست الضغط الميت ست المين فاليو 100 والستاندرد ديفيشن 5, فأنا أسألك كام ست هيكون ضغطها ما بين 100 لغاية 105؟ حد يرد؟ مفيش 105 على الكيرف ده, آخره 115. سيبك من الكيرف, أنا كويس إن أنا كويس. مين اللي بيحسب 34%؟ ايوه مين اللي بيرد عليا دلوقتي؟ مين؟ اسلام.
بص يا اسلام، وكويس انك اصبت الموضوع، وكويس اني خدت مثال غير اللي على الكيرف. الكيرف ده اللي انا هحفظه عليه النسب. تاني انا هحفظ النسب، مش هحفظ اللي تحت. اللي تحت ده هو مساله، انا بقى انا بجيب بقى المساله بتاعتي واحطها على الكيرف. اوكي، فكويس انتوا شاطرين، احنا هنحفظ النسب وانا هجيب لك المساله وتطبق عليها انت النسب بقى. المسألة بتاعتي المين فاليو 100 والستاندرد ديفيشن 5، وسألت إسلام وقلت على 100 ست، وسألت إسلام كم ست الضغط بتاعها ما بين 100 ل 105؟ 34%. أيوة، ما أنا قلت لك إن هم 100 ست، يبقى كم ست؟ يبقى 34 ست. برافو عليك. إيه ممكن ما أجيبلكش أرقام واقول لك كم في الميه، في صح تقول لي 34%، ابقى مديك الاوبشن. وممكن اجيب لك رقم، طب افرض قلت لك ان هم 200 سيده. 68. برافو عليك. نسال حد تاني بقى. يلا علي كان معانا وتسنيم وندى. طيب نتوقع كام سيده ضغطها هيبقى، هنستنى الف لكم واحده بقى، 195 من 95 ل 90. برافو، لاني رحت عند مين؟ يبقى انا الفيصل بتاعكم يا حبايبي، لو جالكوا اسئله ده تقوم انت كده ايه في دماغك على طول الكيرف والنسب عليه ثابته، وتحط اللي انا مديهولك كمين، وتحط على طول البلس ستاندرد ديفيشنز وماينس ستاندرد ديفيشنز على المحطات عشان تبقى ريدي لاي سؤال يتسال في المساله. اتفقنا دكتور؟ نعم نعم. معلش ممكن تقولي طريقة الحل تاني؟ تاني النسب اللي قدامي دي انتوا هتحفظوها. المسألة بقى انا هديها لكم، هندي مثال اخر. هندي مثال تاني، نقول ايه حاجة تانية، نقول ايه. انا وزنت 200 بيبي اتولدوا في المستشفى، ولقيت انه متوسط وزن البيبي 3 كيلو، والستاندرد ديفيشن ربع كيلو. اول ما اقول كده تقوم انت جاي على طول على النقطة اللي في النص المين وتحط 3، ومحطة الانتقال بالزيادة او الواحدة دي تحط 3 وربع، واللي بعدها 3.5، الاخيرة 3750 جرام. تمام، وبالنقص الناحية التانية 3 الا ربع، 3 الا ربع، صح، 2.75 و2.5 و2 وربع. خلاص حطينا والنسب موجودة، وحطيت الداتا اللي أنا اديتها لك في المسألة. نسأل بقى براحتنا، أنت كده عارفة خلاص. أقول لك كام بيبي وزنهم يتراوح ما بين 3.25 و3.5؟ تقول لي 14 بيبي. 28 عشان هما 200 بيبي. برافو عليك، انت صح وانا اللي غلط. شفتي ازاي بقى؟ يبقى لو انا مدية عدد بنحترم هذا العدد ونضرب النسب فيه، او مدية 100 اوكي يبقى على طول. فهمتوا قصدي؟ دكتور ممكن تعيدها تاني لو سمحتي؟ نعيد تاني ونسأل بالشكل تاني. احنا ممكن ما نديش مسألة، نقول على طول كم في المية من البوبوليشن بيكون عندهم المين بلس ماينس وان ستاندرد. بلس ماينس يعني الحتتين يا أولاد. لما أقول بلس ماينس يعني لغاية بلس وان ستاندرد، وانا نازلة كمان لغاية ماينس وان ستاندرد. والإجابة بقى أقول لك 34%، 68%، 14%، 2%. الإجابة هتبقى إيه؟ 68%. أيوة تمام. أوكي؟ دي طريقة. ولو جبنا مسألة بندي مثلا نقول 1000 سيدة قسنا الضغط، المين كان 100 والستاندرد ديفيشن 10، كام ست هيكون ضغطها ما بين 100 لغاية 120؟
580. برافو عليك. بحط ل 34% على 14% يعني 48%، وانا بقول 1006 يبقى 486. برافو عليك، تمام كده. ترى يعني بزود عشرات صح وبنقص عشرات؟ لا ده ده عشان المساله انا مدياكوا كده، ممكن مساله هنزود خمسات هذه هيقولوها لك، بتزودي الستاندرد دي اللي خدتيه في المساله. ايوه قصدي المساله دي. ايوه اه في المساله دي بنزود عشرات وننقص عشرات، اللي هو قيمه الستاندرد ديفيشن اللي انا اديته يعني. تمام. طب ليه يا دكتور انا في المساله الاخيره دي ما حسبتش ما جمعتش ال 34% زائد ال 14% وبعدين جبت النسبه؟ ليه احنا عملنا كده؟ لا احنا عملنا كده فاهم. اه طيب مش قال لك 34 زائد 14 يعني 48%، و 48% في 1000 يبقى 480 ست. اه تمام عملنا كده تمام. ماشي يا اولاد. دكتور بعد اذنك يعني لو هنراجع بكره الصبح، ايه الملفات اللي بتبقى اهم حاجه يعني نراجعها؟ مثلا راجعوا الستادي ديزاين، راجعوا الفاريبلز، يعني اللي احنا عملناهم امبارح، وبالنسبه للنهارده الفاريبلز والداتا كولكشن، حكايه التولز والتكنيكس، الحاجات دي هي دي اهم حاجه. طب دكتور احنا بالنسبه اللي هو الموضوع الجرافس والحاجات دي، نعرف بس اي نوع من الجرافس بيجي معاه اي نوع من الفاريبل؟ اه طبعا كافي قوي. اه طبعا هو ده هو ده، والكيرف طبعا نورمال ديستريبيوشن كيرف، الحاجات اللي قلناها عليها. اه مساء تمام كده ماشي. يعني ممكن يجي صور للجرافس يا دكتور؟ ما هو لو جه صوره ما انت عارف شكله بقى، انت مش عارف شكل. لا مش هيجي صوره، صوره ايه في الام سي كيو؟ مش هيجي صوره يعني لا ماشي تمام دكتور. طيب يا حلوين دكتور لو سمحت هتيجي اسئله على البيل جرافت، على البيل شيب جرافت. انا اي دونت نو ريلي اي دونت نو، بس انتوا خلاص مستعدين لهذا النوع من الاسئله او المسائل. اوكي ماشي يا اولاد. I think عملنا مراجعة دسمة امبارح والنهاردة مش كده؟ I wish you good luck. Relax. إن شاء الله تعملوا كويس قوي وتطمنوني بعدها بإذن الله. بإذن الله. متشكرين جدا لحضرتك معنا يا دكتورة. Thank you so much. Thank you all. وأشوفكم على خير بإذن الله. يلا تصبحوا على خير. Bye.